حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أهمية الماء في استقرار البلدان والحضارات، فهو مرتبط بالأمن الطاقي والغذائي والبيئي والإنساني بشكل عام، وقد أصبح هذا الاستقرار مهددا بسبب آثار التغيرات المناخية وعلى رأسها آفة الجفاف الذي أصبح تحديا هيكليا في بلادنا وبحوض تنسيف بصفة خاصة. وتأتي مبادرة تنظيم هذا المعرض الجهوي للماء لتجسد قوة عزمنا على تهيئة جميع المغاربة من خبراء وسلطات ومنتخبين وإدارات ومواطنين لأخذ زمام المبادرة وبرورة تصور تشاركي يمكن بلادنا من التعامل مع الماء في ظل مناخ متغير ويضمن استدامة تلبية الحاجيات المائية لكل القطاعات ومواجهة مخلفات الجفاف. ولا منصة من الإقرار بأن تدبير الموارد المائية بحوض تنسيف يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتأقلم مع مخلفات الجفاف، الشيء الذي يستلزم تدبير أمثل الماء تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في خطابه الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الخليفية التشريعية الأخيرة، والذي دعا فيه جلالته إلى ضرورة المحافظة على الموارد المائية ومضاعفة الجهود من أجل استعمال المسؤول والعقلاني للمياه وترشيد استعمالها. حضرات السيدات والسادة، تغطي جهة مراكش أسفي مساحة تقدر 40216 كيلومتر مربع، أي 5.7% من المساحة الإجمالية للمملكة، وهي تضم 4,500,000 نسمة، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، أي 13.4% من الساكنة الوطنية. وتعتبر جهة مراكش أسفي من ضمن جهات المملكة الرئيسية التي تساهم في خلق الثروة الوطنية، حيث أنها تتميز فضلا عن مؤهلاتها التاريخية والثقافية والطبيعية التي جعلت منها وجهة سياحية من المقام الأول بإنتاجاتها الغنية والمتنوعة في قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية. كما يتميز النسيج الاقتصادي جهة مراكش أسفي بشبه هيمنة لقطاع الخدمات، والذي يضم ما يقارب ثلثي القيمة المضافة المحدثة على صعيد الجهة. وتعتبر مدينة مراكش التي احتضنت أشغال مؤتمر كوب 22 رائدة في بلادنا في مجال الأعمال الرامية للحفاظ على البيئة، حيث تم تنفيذ سلسلة من المبادرات المبتكرة على غرار مشروع الحافلة الكهربائية التي مكن المدينة من التموقع من المصاف المدن الكبرى الصديقة للبيئة وكذا خدمة الدراجات الهوائية الذاتية. ومن أجل مواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لهذه الجهة تسخر بمؤهلات متنوعة، وجب علينا جميعا تضافر الجهود عبر وضع استراتيجيات ومخططات استباقية ومندمجة بغية توفير الموارد المائية الضرورية في ظل التحديات والإكراهات الحالية والمستقبلية التي تعرفها هذه المادة الحيوية. حضرات السيدات والسادة، كما تعلمون لا تنحصر مكافحة الجفاف في مسألة تنمية العرض المائي، بل تقتضي المحافظة على الماء كما وكيفا. وقد أصبحت المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرسال نموذج تنموي منبثق من الحاضر والمتطلع إلى المستقبل. وفي هذا الإطار، وبفضل التجربة التي اكتسبتها بلادنا في تهيئة وتدبير الموارد المائية وخاصة في حالة الجفاف والحد من آثاره، تمكنا من إعلان وتطبيق برامج متنوعة مكنت من تأمين خدمات الماء الشرب بدون انقطاع رغم الزيادة في الطلب المائي. وقد تم ذلك بفضل التدابير السباقية التي قامت بها الحكومة عبر الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهة ومع الأحواض المائية التي تعرف خصائص مائية من بينها حوض تنسيف، والمتعلقة بتمويل وتنفيذ إجراءات استعجالية والمهيكلة على مستوى هذا الحوض من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بجهة مراكش أسفي، وكذلك تزويد الماء بالنسبة للسقي. كما أن هذا المعرض الذي ينظم تحت شعار حافظ على الماء لنا ولجدتنا يهدف إلى توعية وتحسيس المواطنات والمواطنين ومستهلكي المياه بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استعمالها، ويعتبر كذلك منصة للحوار وتبادل الآراء
بين المختصين والمجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين بقطاع الماء حول إشكالية بيع الموارد المائية بجهة مراكش الأسفي، كما يعد فضاء رحباً لتقاسم التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال. وتعتبر هذه المناسبة فرصة سانحة للتعرف على المبادرات الجوية البارزة التي تتناغم مع ظروف كل حوض مائي لتساهم في انبساط قدرة الجهة على التأقلم مع الجفاف. ونأمل أن تساهم مخرجات هذا المعرض في مراجعة السلوك الحالي تجاه هذه المادة الحيوية بالاختصار فيها وتثمينها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث واستغلال مفرط للفرشة المائية. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بتضافر الجهود وبالتنسيق والتعاون بين جميع الشركاء والمتدخلين في هذا القطاع.